اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. وحلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. مطبخنا النهاردة مطبخ صحي، والصحة تاج على رؤوس الأصحاء، والوقاية خير من العلاج. عايزين نعمل أكل النهاردة بنفس المكونات اللي عندك في المطبخ، بنفس المكونات اللي موجودة في التلاجة. إزاي أطلع البتنجان وأعمله بطريقة صحية مع جبنة قليلة الدسامة مع صوص طماطم، ونتبع الخطوات البسيطة السهلة في عمل طبق بتنجان غير المألوف، غير جو المسقعة، غير جو الشطة، غير المقلي، غير المتبل، وهكذا. معانا العدس الأسمر النهاردة أبو جبة، ده صديقي مع الكشري بنلاقيه، مع أكلة لطيفة جميلة نحطه مثلا في طبق اسمها مجدرة في المطبخ اللبناني ماشي. ولكن إن احنا نعمله بصارة أكيد فكرة جديدة، بصارة العدس الأسمر أبو الجبة على طريقة الشيف المغازة تعجبكم إن شاء الله، وهتاخد بصلة مقرمشة والطعم المصري الأصيل. نيجي للحلو النهاردة، هنعمله إزاي دايت. معايا الشوفان، والشوفان دايما بيتصدر القائمة الأولى في وصفة دكاترة التغذية. حبوب الشوفان وبذور الشوفان ازاي نضيفها للفروت سلطات بطريقه صحيه، تشكيله من الفواكه اذا كان موز او جوافه او عنب او تفاح من خير ارضنا. مطبخنا صحي النهارده، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، ودايما تخلي يوم في الاسبوع يبقى الاكل صحي، تكتبي على باب التلاجة كده عشان ما تنسيش وتخش في جو المحمر والمشمر. يبقى يوم الحد من كل اسبوع مثلا، يعني انت ممكن تخليه الاثنين، يبقى اكل صحي. ودايما بيت الداء وبيت الصحه والصحه والسعاده هي من المطبخ، خلي بالك، وثقافتك للمطبخ مهمه جدا. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل الفروت سلطات بالشوفان صحي النهارده. معانا شوفان، حاضر يا غالي، ومعانا جوز الهند، ومعانا طبعا شويه سكر، والسكر اختياري، والمقادير على الشاشه بسيطه وسهله. حلو الكلام، ولكن مهم جدا قبل ما اشتغل تروقي مطبخك، ميبقاش فيه اثار خالص للثوم والبصل والحاجات الجميله. عجبني شكل البتنجان على فكره، ايه رايك مخرجنا تشوفوا كده الصوره الحلوه، صوره ممتعه. حلو، عايز ادلع انا الشوفان ده مع الفروت سلطات، هعمل ايه بقى؟ هو ده الكلام، عندي شوفان وعندي طاسه على النار، ومعانا الفروت سلطات لطيف وجميل. طبعا الطبيعي لما تشتغلي في الفروت سلطات لازم تغيري الجلافزات لو انت بتلبسي جلافزات في المطبخ عندك، مع ان مش لازم طالما انت في مطبخك، اغسلي ايدك بس وخلاص، وسمي بسم الله واتكالك على الله، وتروقي البلانشه بتاعتك اللي بتقطعي عليها، وما يكونش فيه سكينه مكانها لا بصل ولا توم. وادي الفواكه بتاعتي اللطيفه الجميله، وابدا ان انا اقطع كده الفواكه الحلوه واحنا مع بعض. حلو الكلام، بلانشه كده حلوه بتاعت الاولاد اللي بيحبوها، واخد الفواكه بتاعتي دي كده. تعالوا نشوف نعمل الفروت سلطات ازاي. حلو قوي، مهم جدا بقى يا عم الشيف، خلينا نطلع البتنجان، ايه رايك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا ده بتنجان زي ما قال الكتاب، جبنه ساحت، والفلفل خد لون وحمار ودلع. بص على الحلاوه بالله عليك، هتدعي لي. ادي البتنجان بتاعنا الجميل، الف هنا وشفا، دلعه بقى. حلو، الفروت سلطات بتاعنا الجوافه اهي، قطع بالشكل ده كده قطع كبيره. هقول لحضراتكم ليه دلوقتي، اهو دي جوافة. أنا بعشق الجوافة وريحة الجوافة، وإيدي لما بتمسك الجوافة ما بغسلهاش، كل ما تيجي جنبي يعني وشي كده أشم ريحة الجوافة، اللي بالذات لما تكون جوافة بلدي، ولما أعدي من شارع مثلا في وسط البلد وألاقي العربية عليها جوافة بلدي لازم أشتري، تبقى جوافة صغيرة حلوة كده. تعرف الجوافه البلدي ازاي؟ مين اللي مش بلدي ازاي؟ بتبقى في جوافه صغيره وكبيره، صغيره قوي كده قد البيضه الصغيره البلدي، وكبيره عينيا ملايف. حاضر يا فندم، اهو بالشكل ده كده. انا عايز احمر شويه شوفان دلوقتي، معانا تفاح، ديت يا فندم. حاضر يا فندم،
اي حاجه تضايقك نطلعها بره. مخرجنا الجميل منورنا، ادي التفاح بالشكل ده كده اهو. مهم جدا وانت بتقطع الفواكه دي، انا من الناس اللي بيحب قشرة التفاح، غنية بالالياف، قيمتها الغذائية عالية جدا. وادي التفاح متقطع بالشكل ده كده، هنزل بيه هنا كده. نعم، سؤال جميل جدا من الكنترول جالنا، شيف مغازي بنقطع الفروت سلطة بتسود مننا، ما بنلحقش، بنلاقي لونها اسود، نعمل ايه؟ حلو قوي، انت ابن حلال. عصرة ليمون، عصرة برتقان، حامض، يعني يا ليمون يا برتقان، يتحط على الفروت سلطة علشان لا التفاح يسود ولا الموز يسود، وخاصة التفاح الأخضر غني بالأكسدة أهو. أعتقد لو أنت بتاكلي فاكهة عمرك ما هتكملي تفاحية خالص، أقول لك التفاح يكسر لي أسناني، حامض، جودة، أدي الليمون. خلاص انسي، شفت خد اللمعة ازاي؟ حلو، معانا العنب بنورقه كده. ايه قصة الشوفان؟ انا سايب الشوفان للاخر لان هو ده النهاية، بس انا عايز احط الفروت سلطة في المحلول الحمضي اللي هو عصير ليمون وشوية سكر. وادي العنب بتاعنا، العنب في السوق اشكال والوان، ما لقيتش عنب حط شوية زبيب هيأدي نفس الغرض. عندك مانجا حط مانجا، بس المانجا بصراحة بحب أكلها لوحدها. ليه بقى؟ لأن هي بتتوه جوه الفواكه، وسبحان الله أكل مانجا والكلام ده بيحصل مع حضراتكم أكيد يعني، أكل أي فاكهة بعد المانجا ما استطعماش، عشان كده لو عايز أكل فاكهة أكلها الأول قبل المانجا، عشان إيه؟ ما أكرهش الفاكهة اللي أكلها بعد المانجا. نعم، بصلايه ما تقلقش، بصلة المغازي ما بتتحرقش. ادي الموز، اقول لك طريقه حلوه لتقطيع الموز جت على بالي دلوقتي اهو، عشان ما تعوريش نفسك بالسكينه. هتقول لي طب انا هشيل المغازي، طب سريع، بص ادي الموز اهي، شلت نص القشره. مخرجنا الجميل حبايبي، شلت نص القشره، باجي كده اهو. البنوته الحلوه اللي بتخش المطبخ، اللي عايزه تعمل فروت سلطة، وبسن السكينه كده واقطع على القشرة كمان واحدة. طب خلونا نشوف البصل اللي في الزيت وارجع لكم. حلو، تعالوا مع بعض نكمل الفروت سلطة عشان وقتنا قرب يخلص. معانا شوفان، معانا طاسة على النار شديدة الحرارة، انا عايزها كده. كل القصة ان انا همسك الشوفان ده اتعامل معاه زيه زي الكاجو، زي الفول السوداني، زي الفستق، واديله تشويحة على النار بس مش لوحده. ادي الطاسة بتاعتنا الحلوة، واجيب اسبتيولا كده لطيفة وحلوة، واحط في الطاسة دي مكعب زبدة، شوية جوز الهند يتكرملوا مع الزبدة. الله عليك يا عم الشيف، فروت سلطة بطعم تاني، شوية سكر كرملة مع الزبدة. العب ونقلب دول كده مع بعض. شفت بقى السكر خد لون ازاي مع جوز الهند اهو، والزبده اهو، الشوفان عمنا، بسم الله الرحمن الرحيم. خد طعم، خد شكل تاني، وقلب أوه. تقليب سريع كده اهو. ايه اللي بيحصل هنا بقى؟ عشان التجارب، عشان اللي تخش المطبخ تبقى عايزه تعمل كده. جوز الهند بتاخد لون مع الزبده والسكر كرمله، تخش على حبيبي القلب الشوفان الجميل الحلو، تبدا ان هي تهيئ قشور الشوفان وبذور الشوفان وحبوب الشوفان وتتحمص، ونبدا ان احنا نحطها مع الفروت سلطة ونقدمها مع الفروت سلطة بألف هنا وشفا. ده شوفان، زبدة، جوز الهند، سكر، شوفان،
زبده، جوز الهند، سكر. حلو. الفروت سلطه اخبارها ايه؟ زي ما هي. كل القصه ان انا هقلبها، هتطلع عصير ليمون واقلبها. موز، تفاح، عنب، بلاش مانجا من فضلك، المانجا هنا مش مرغوبه جوه الليله دي كلها. يلا بينا. الله عليك وعلى والديك. اخبار الشوفان اهو، شفت الريحه الحلوه دي كده اهو. حلقتنا النهارده بساطه، سهوله، مرونه، افتكاسه طهويه، خبره طهويه، ازاي اقدم الفروت سلطات بشكل جديد وطعم تاني مع الشوفان. عنوان العيادات التغذيه ودكاتره التغذيه دايما بينصحوا بتناوله اهو، لانه غني بالالياف الفعاله والغير فعاله، بيمتص الكوليسترول اللي في الدم اهو، ويخلص المعده من الفضلات. عملنا البصاره اكله مصريه جميله لطيفه وجميله، عملنا كمان شويه بتنجان بالجبنه عشان الاولاد اللي هيعترضوا على البصاره يلاقوا حاجه على السفره لطيفه وجميله بيحبوها، فيها جبنه مع بتنجان مع صوص طماطم، واخده سكه البيتزا. رؤية فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.